سكرين عدى حط واحده حلوه قوي قوي تحت السله ادي خيري وقف على كورته وادي ثلاثيه خيري الاولى بيسجل انيس عمرو انيس عدى عمرو انيس وعلق كورته في اللوحه بيسجل خيري خيري عدى حط واحده لياسين حامد عمل واحده خلفيه لياسين وياسين على الثلاثيه تسلم ايدك يا ابني عمرو انيس عدى انيس حط واحده على الثلاثيه ممكن ممكن وممكن وممكن لياسين البرقي وادي البرقي كده بشماله سجل انيس استلم انيس ولف كده لياسين على الثلاثيه وثلاثيه ياسين الثانيه كده اختراق من زياد حط واحده كده تحت السله للبرقي والبرقي معاه بدوي ولكن محمد طارق خيري ياسين حامد فكر كده ولف كده وسجل خيري ادي ابراهيم على الثلاثيه مكانه كده لكن ما شاطش عمل كيك اوت لياسين ياسين راح عد علق سجل كل المسابقات في منتهى الاثاره والمتعه بيسجل ربيع الاولى ويسجل الثانيه ربيع وسجل عمرو انيس وعمرو الابراهيم على الثلاثيه المكان اللي بيحبه ولكن هوائيه انما لقاها لقاها شوف بقى الثبات الانفعالي عند ربيع سجل الاولى وسجل الثالثه ياسين حط من اللوحه ياسين بيسجل ياسين حامد وشمال ياسين حامد ما بيجيش والحيازه ربيع طارق خيري عمرو انيس عدى انيس حط من اللوحه بيسجل لياسين حامد وياسين للبرقي اختراق من البرقي لف البرقي حط كده سجل البرقي وشوط ثلاثيه ياسين عمرو انيس لوحده خالص اختارك علق سجل وخد عمرو انيس بيسجل الاضافيه تخيل اللي ممسوك النهارده بطريقه غير عاديه ادي سكرين لخيري عدى عمرو راح عمرو يا حظك يا بختك ثلاث دقائق و16 ثانية على أحداث الفترة الثالثة عمرو أنيس وادي واحدة لياسين ياسين راح عدى راح حط في اللوحة سجل بيسجل ادي عمرو وادي الاختراق لياسين على الثلاثية اللي قلت لك عليها والثلاثية يخرب عقلك يخرب عقلك ولعها ولعها 20 ثانية ياسين حامد حط واحدة لياسين يا نهار أبيض يا نهار أبيض مش ممكن والتعادل هو سيد الموقف والإثارة والمتعة هنا في صالة حسن مصطفى محمد طارق خيري لسه محمد طارق خيري وقف على كورته ورباعية ممكن ممكن يا نهار أبيض يا نهار أبيض يخرب عقلك يخرب عقلك يخرب عقلك محمد طارق خيري ادعك الفانوس وهات محمد طارق خيري يخرب عقلك خلصانه بشياكه محمد طارق خيري يا نهار ابيض يا نهار ابيض مش ممكن ده ثلاثيه الموسم ده ثلاثيه العمر مع تحيات محمد طارق خيري ابن غزال مصر.